السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم ليمانديليس. في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم طريقة تحضير التشيز كيك بأربع نكهات مع مخبزة زهرة اللوز. هنايا عندنا الكرامب اللي هي لاباس ديال التشيز كيك، اللي مصوبة من الطحين، بودغامونت، سنيدة والزبدة. كتجي بحال لاباط صابلي اللي كتجمع غير شوية باش كتبقى مرملة بحال هكا، وما كنخدموهاش بزاف باش ما كتعجنش. وكنوزعوها كيف ما كتشوفوا في الطاوة بشكل عشوائي، حيت من بعد ما غادي تطيب غادي نعاودو ندوزوها في الروبو باش تهرمش. ومن بعد ما وزعنا الكرامبل في الطاوة كيف ما كتشوفوا غادي ندخلوه للفران باش يطيب على 180 درجة لمدة 20 دقيقة، ونخليه حتى يتحمر. ومن بعد ما طابت لاباط او الكرامبل وتحمرات كنطحنوها شويه في الغبو باش كتجي بحال هكا، وكنزيدو عليها الزبده دايبه وكنخلطوهم حتى ديك الزبده والكرامبل كيجمعوا راسهم. هنايا كيف ما كتشوفوا الخليط ديال الكرامبل والزبده تجمع مزيان تيجي بحال هكا. ودابا غادي نعمروا لي سيركل ديالنا. هنايا عمرنا لي سيركل بالخليط اللي جمعنا ديال الزبده والكرامبل. ومن بعد ما عمرنا لي سيركل ديالنا غنبداو نلسيو الخليط بمعلقه بهذه الطريقه هذه، وغادي نخليهم يبردوا مزيان في الكونجيلاتور لمده 24 ساعه حتى يجمعوا راسهم، عاد نبداو المونتاج. غادي نكملوا بهذه الطريقه هذه حتى نساليو كاع لي سيركل اللي عندنا. ودابا من بعد ما ساليناهم غادي ندخلوهم الكونجيلاتور كيف ما قلت لكم لمده 24 ساعه حتى يبردوا مزيان. هنايا غادي ندوزو لاموس ديال التشيز كيك. هنايا عندنا الجيلاتين اللي رطبناها في الماء بارد. هنايا عندنا الجبن جبلي كيف ما كتشوفوا اللي غادي نخلطوه مع نسلي العادي ديال فاني، والجيلاتين اللي رطبنا اللي غادي يعطينا الخليط بحال هكا. هنايا عندنا الجبن والجيلاتين ونسلي. هنايا غادي ندوزو لاموس، كنطلعو لا كريم فريش وكنزيدو عليها الخليط ديال الجبن ونسلي والجيلاتين. وكنخدموهم شويه جهد لي تميلونجا لا كريم مع الجبن ونسلي. لاموس ديالنا هي واجده، تتجي بحال هكا. غادي نقسموها على أربعة، وفي كل وحده غادي نزيدو عليها لاغوم او النكهه اللي بغينا. من بعد ما بردوا لي سيركل ديالنا وخرجناهم من الكونجيلاتور كنعمروا كل وحده على حساب لي زاغوم اللي بغينا. هنايا كنديروا كريم فرامبواز اللي كنلسيوها بمعلقه فوق لي تشيز كيك ديالنا بهذه الطريقه هذه. ومن بعد كنخويو عليها لاموس اللي صوبنا ديال لا كريم فريش اللي كيف ما قلت لكم قسمناها على أربعة. الكونتيتي الاولى كنديروها فوق من هاد لي تشيز كيك ديال الفرامبواز. ودابا غادي نبداو الكلاصاج، كل وحده غادي نكلاصيوها على حساب لاغوم ديالها. هنايا غادي نديرو كلاصاج فرامبواز وغنبداو نليسيو حتى نخدو التشيز كيك ديالنا. هنايا غادي ناخذوا لا كونتيتي الثانيه ديال لاموس وغادي نخلطوها مع اوريو اللي هرمشناه. وغادي نخلطوهم بجوج حتى نحصلوا على هذا الخليط هذا كيف ما كتشوفوا اللي غادي نعمروا به لي تشيز كيك ديالنا. وهنايا غادي نبداو نفس العمليه، غادي نبداو نلسيو لاموس ديالنا اللي مخلطه باوريو بهذه الطريقه هذه، وتنحصلوا على هذه النتيجه هذه كيف ما كتشوفوا. دابا غادي ندوزو لا كونتيتي الثالثه ديال لاموس اللي غادي نخلطو معها كريم كراميل، اللي حتى هي غادي نخبيوها فوق لي تشيز كيك ديالنا ونلسيوها مزيان. ومن بعد نبداو الكلاصاج بالكراميل. ودابا غادي ندوزو لا كونتيتي الاخرى ديال لاموس اللي بقات لينا، غادي نخبيوها فوق لي سيركل ديالنا فوق لي تشيز كيك، وغادي نلسيوها بنفس الطريقه اللي وريتكم قبل. وغادي نبداو الكلاصاج بالسيترون.
ونلسيوه بنفس الطريقة اللي لسينا بها التشيز كيك اللي قبل. هنا سالينا المونتاج ديال التشيز كيك ديالنا ودرسيناهم. بالنسبة للديكوراسيون كل مرة وشنو، هنايا درنا لي فخيس وشوية ديال لاكريم فخيش من الفوق، تتجي بحال هكا كتعطي منظر زوين، وحتى في المذاق كتجي بنينة بزاف. هنايا عندنا تشيز كيك اوريو، من بعد ما درنا لها لا ديكوراسيون ديالها كتجي بحال هكا في المنظر، وحتى في المذاق كتجي رائعة بزاف وبنينة. وهنايا عندنا تشيز كيك كراميل اللي كتجي بحال هكا، حتى هي كتجي رائعة في المنظر، وحتى في المذاق كتجي زوينة بزاف. وفي الاخير غادي ندوزو للتشيز كيك سيترون اللي جات بحال هكا، اللي عطات منظر زوين، ودرنا لها حتى هاد لا ديكوراسيون هادي. وان شاء الله في الفيديوهات الجايين غادي نشارك معكم طريقه تحضير لي تشيز كيك نوتيلا ولوتوس، اللي هما مختلفين شويه على لي تشيز كيك اللي قدمت لكم اليوم. اشتركوا في القناه باش ديما يوصلكم الجديد. هنا غادي نكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني باللايكات والتعليقات ديالكم الزوينه. شكرا على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.